بادي زبيد إيفنتور جرافيكس هي شركة عالمية بتشتغل في مجال برمجيات لصناعة الإلكترونيات، وبالتالي ده مجال متطور ومجال فيه أفاق علمية وبحثية كتيرة جدا. فإيفنتور جرافيك دايما بتسعى إلى إن هي تتواجد في المناطق اللي فيها الشباب، وتتواجد فيها التالنت، وتتواجد فيها القدرة على العطاء والدخول في هذا المجال بتاع تكنولوجيا صناعة الإلكترونيات. مما لا شك فيه إن جمهورية مصر العربية يعني بلد موجود فيها نسبة شباب عالية جدا، موجود فيها نسبة الشباب الواعي اللي عنده رغبة في التطوير كبيرة برضو موجودة، وده اللي ساعد على إن منتور تتواجد هنا بقالها 20 سنة. يوم الهندسة المصري بقاله 15 سنة، ومن ساعة ما بدأ وإحنا الحمد لله كشركة كنا من الرعاة الأوائل، وكنا من المؤيدين والمدعمين لهذه الفكرة، وتواجدنا معه وشفناه وهو بيكبر يوم عن يوم، ودايما كل يوم بيبقى فيه نضج، وكل يوم بيبقى فيه خبرة، وكل يوم الأعداد بتزيد. ومما لا شك فيه النهاردة وإحنا بنحتفل مع بعض ب 15 سنة، مشوار طويل كان فيه عطاء كتير من مجموعات مختلفة ومن أساتذة ومن زملاء نعتز بيهم، فإحنا فرحانين بما وصلنا إليه اليوم، ولكن طمعانين إن إحنا نزود إن شاء الله. وعشان نزود أنا بدعو كل شاب ما يطلق عليه مهندس مصري، سواء لسه حديث التخرج أو إن شاء الله يتخرج، ينضم لينا، ينضم للمسيرة. بدأت بالأمس، النهاردة مكملة، وبكرة إن شاء الله. إحنا كمنتور جرافيك راعي رسمي وداعم رسمي، وإن شاء الله إن شاء الله نرحب بكل الأفكار الجميلة اللي بتطلع في مجال هذه التكنولوجيا التي نعمل بها. ويوم الهندسة المصري يوم ومكان نسعد به ونلتقي فيه، وإن شاء الله ننجح فيه مع بعض، وإلى اللقاء بإذن الله.